نورتينا لمياء. لمياء تفضلي. تشرفت بكم، شكرا على الاستضافة. هذا واجب. تفضلي لمياء، عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك لمياء. انا لاج ديالي 25 سنة دابا. انا تزاديت عادي بحالي بحال جميع الوليدات. ملي درت عام ونص بدات المعاناة. اين فوا كنبان الاشعة ديال الشمس ولا غير الضو، كيبداو يخرجوا فيا نقط في اللابو ديال الوجه ديالي، كيحمر ليا وجهي. اين فوا كنشوف الشمس؟ الا خرجتي الشمس يبقى يخرجوا لك الطبيعة في وجهك. ايه طبيعة في وجهي، نقيطات وحبوب وهذا. اين فوا كنخرج؟ ملي كانت عندي عامين. تما بدا الدور ديال العائلة ديالي، الوالد ديالي والوالدة هزوني داوني عند الطبيب الاولاني، كيقولو ان هاد البنت يعني واكلة ميكروب. اما في الرضاعة اما في الهاية، ما عرفش الحل. لان في الثمانينات وفي التسعينات وفي السبعينات المرض ما معروفش. هاد المرض هذا ديال اكزيما بيرمونتوز التقرح الجلد المصطبغ، اللي هو نوع من انواع السرطان، ما معروفش. كيديوني عند الطبيب الثاني حتى هو نفس الشيء. الاخرى ديا واحد طبيبه ماشي مغربيه، ملي داوني عندها كتقول لهم ان هاد البنيه هادي العدو ديالها هو الشمس، يعني ما خاصهاش تشوف الشمس. يعني من اطفال القمر. ملي جابوني ملي جابوني للدار كيقولوا او مين كانش ان حيت العائله اول حاله عندهم هي انا، يعني ما كاينش في العائله هذا المرض هذا ولا ديجا عارفينه ولا ما كاينش، ما معروفش، ما كاينش هذا المرض حتى حيت ما كان وسائل التواصل الاجتماعي، ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تعرفك على المرض. كيقولوا ما يمكنش ان هاد البنت العدو ديالها هو الشمس، وحنا كنعرفوا ان الشمس هي فيتامين دي، هي الصحه للذات، ما يمكنش. بقاو هكاك واخا يعني كيخرجوا هذوك النقيطات وهذا بحال كيحطوني العاب، كيحطوني نخرج يعني بحال حدا الباب وهذا، مع انا ساكنه غير في العشوائي. يعني دارك عارف مع القصدير مع والمرض ديالي انا ما كيبغيش السخونيه، ما كيبغيش ما كيبغيش الصهد، حيت هو العدو ديالي انا هو الشمس، والبلاصه اللي كتكون سخونه ما خاصنيش انا نجلس فيها، خاصني البلاصه اللي غتكون فيها مظله وتكون بارده هي اللي خاصني انا نعيش فيها. بدا كيخرج فيا خويا بطل الحبوب، كيخرج لي حبوب اللي هو خايب وما كاينش ليه العلاج، لدرجة أخويا بادر كانت كتخرج شي حبيبة، أنا حبوبة عقل على أن تحيدات عن الطبيب في ديك الوقيتة وأنا صغيرة، تحيدات لي بالضو. تحيدات بالضو أخويا بادر، تحيدات وعودت رجعت. وكتطلق واحد الحبوب اللي ماشي شي غنقولك حبيبة صغيرة، كيخرج حبوب كبير و كيولي مقيح و كتولي في ريحة خايبة، كتولي كيولي يدوز بالدم، يعني مخدة لي نعسفق منها يعني، و كان كياكلني و كدوز بالدم، يعني مخدة كنخليها كل دمايات مع دوك الحبوب اللي كخرج فيا. موراها صافي بقيت بحال هكاك، جا الوقت بقيت بحال هكاك المعاناة، كيخرج فيا حبوب كنتمحن فيه، كيكبر هداك الحبوب وانا غادة مع يعني عام عامين، يعني بقى انا ما عارفاش يعني باش انا غنحمي راسي ولا باش خاصني ندخل ولا يعني ما عارفاش، يعني ما كاينش الوعي، ما لقيتش لا هادي وعي على انني نبعد من اشعة الشمس، يعني ما عارفينش، يعني كنقولوا المرض عادي يعني راه غا ما كناش عارفين الخطورة ديالو انه مرض صعيب. المهم دات 6 سنوات وجهي كله خسر بين النقاط بالحبوب، خرجت لي حبوبة كبيرة شتات لي فقني فيه. المهم جا الدور ديال التمدرس، دار بغاو يدخلوني حتى انا المدرسة باش نزيد نوعا نزيد نفهم، ومع انا ساكنة غير في العشوائي المدرسة بعيدة عليا، يعني الطريق بعيدة تقريبا عندي شي نص ساعة باش نوصل انا المدرسة، باش نوصل المدرسة اللي انا نقرا فيها اللي هي ابتدائية.
من يبغاو يدخلوني انني نقرا، راك عارف الاساسيه يعني ان فوا يشوفوا حاله يقولك يعني خاص ما يمكنش ان هاد البنت تقرا عندنا في القسم، يعني خاص يكونوا تكون مدرسه خاصه بهاد الوليدات، وما كايناش مدرسه خاصه بينا حنايا كاطفال قمل لحد الان. ديك لقيتها ما كايناش مدرسه، يعني ما يمكنش لك انك مهم كانت تشي الوالده ديالي كطلب الاستاذ كطلب المدير. هذيك النهار كنا انا في الاداره كنصدر ماما مع الوالد وداك الشيء باش انا ندخل نقرا، كيجي واحد الاستاذ هز غير دوسي، كان ما بغى يقاد هذاك الدوسي عند المدير ويشوفني ويقول المدير هذاك الاستاذ كيقري سنه السنه الابتدائيه التحضيري، قال لي صافي، قال لي من هاد البنيته، عاود لي المدير قال لي راه هاد البنت العدو ديالها هو الشمس وجهها هكا، يعني ما الاساتذه ما بغاوش يقبلوها، الاستاذات ما بغاوش يقبلوها. ويقول لي صافي انا، قال لي انا غنتكلم في هاد البنت انا غتقرا عندي. هذاك الاستاذ الله يرحمه في هذا النهار هذا قال لهم يعني انا كون كان عندي انا ولدي ولا بنتي بحال هكا حتى انا غنبغي يقرا، حتى انا بغيتو يقرا. انت اختي اللي تتصاوري ياك؟ اييه نسبتي لادمين. اييه هي انا. اها كملي اختي. قال لي صافي انا هاد البنت انا اللي غادي تدخل عندي. المهم دخلت عنده قراني السنه الاولى، هذيك السنه الاولى كيخرج ملي كنخرجوا الساحه حيت القسم ما فيهش هو قصدير هذيك ديال الفقاني قصدير ماشي داله، مش غادي راك عارف المدرسه اللي كتكون في العشوائي كيفاش غتكون. قال لهم ان هذاك المهم في هذاك القسم كيسخون في الصيف، دابا راه كتولي منك للشمس، خرجوا فيا زيت وخرجوا فيا حبوب ضراتني عيني. المهم ملي شدينا هذيك العطله ديال هذيك العطله اللي كتكون في هذيك السنه، صافي السنه الاخر صافي انا كنت نجحت في السنه الاولى ديال التحضيرين، لانني شوف سبحان الله الناس اللي عندهم هاد المرض ديالي انا كيكون عندهم واحد الذكاء وواحد باغي يوصلوا واحد طموح واحد الاراده. المهم نجحت هذيك السنه، المهم هذيك 3 شهور دوزتها ما نكذبش عليك، عذاب كتشدني السخانه كيضرني راسي خارج فيا الحبوب تمايات مقياح، طبقات لي حبوبه في عيني، في ملي كنت كنقرا خرجت لي واحد الحبوبه في عيني شدات لي العين ديالي كامل. غيهزوني الدار وغيديوني للمستشفى المعروف في كازا، تاوني طلع هبط سير هنا، تا هما كيزيدوا على المكتوب يعني ماشي باش انا حيت ما معروفش المرض، وتا الطب ما كانش مطور يعني كان باقي حيت ما معروفش المرض. خرجت لي الحبوبه في عيني شدت لي العين ديالي كامله، بدات المعاناه عاوتاني ديال الوالدين ديالي كيمشيو معايا الصباح رجعوا نهار كامل، وكنديروا حتى حاجات، ديري التحاليل، ديروا الراديو من هنا، ديري هادي من هنا. المهم درنا التحاليل راديويات، نعس وانا صغيره يلا عندي تكون عندي ديك الساعه شي 9 سنين بحال هكاك، باقا ما عارفه والو، ما عارفاش هذيك الحبوبه يعني في عيني ما مسوقاش ليها لانني ما عارفاش، باقا صغيره باقا طفله، لان طفولتي انا ما عشت طفوله بحالي بحال جميع الوليدات، ما لعبتش بحالي بحال الوليدات. دوزت اخويا فتره في الدمعانات دي صعيبه بزاف. ويني كنهضر معاك بواحد الحلقة اللي كنعاود لك خوي كاع داكشي اللي عندك. دوزت المهم جا الوقت، نعست في لوبيتال مدة 15 يوم
كنشوفوا الناس اللي ناعسين تما حدايا اللي عندهم حركه جلاله واللي عندهم شي حاجه هكا كيعطيوهم كيشريو الماتريال كيشريو الخيط كيشريو. انا لا، انا ما عطاونيش حاجه انني نشريها. المهم جا الدور ديالي باش انا غادي ندخل باش ندير لوبيراسيون، كانت ناس معايا الجدة ديالي تكيجيو عند جداتي كيقولوا ليها سيني سيني على هاد الورقه. كتقول لهم انا هاد الورقه ديالي شنو سيني؟ قسما بالله تشوفوا التصاور. قلت لي حتى لا، حتى يجيو يجي بابا البنت ويجي الجد ديالها هما اللي سيني، وانا قلت لهم ما نسينيش. وهي تعيط حيت انا هي الحفيده الاولى عندهم. قالت ليه يعني خلي حتى يجي الجد ديالها ويجي الوالد ديالها عاد باش هما اللي كانوا باغيني. قالت لهم علاش انا غنسيني؟ قال لها سيني باش نحيدوا الدريه عينها. سيني قالوا لها باش نحيدوا لها عينها. قالت لهم لا انا ما نسينيش، يجي الوالد ديالها ويجي الجد ديالها ونكون خير. عيطوا ديك الساعه، عيطوا الوالد ديالي والجد ديالي. جا الجد ديالي ملي سمع قالوا لي راه كاين سرطان وغادي يطلع ليها المخ والدريه غادا تموت، من الاحسن نحيدوا ليها عينها وتبقى عندها عينه وحده باش المرض ما ينتشرش ليها العين الاخرى وما يطلعش ليها المخ باش ما تموتش الدريه. قال ليهم الجد ديالي اذا كانت بنتي مكتاب لها انها تموت بهذا المرض مكتاب لها تموت بعينها، ما نشوهاش انا منحيش لها انا عينها. صافي بدينا كنجمعو هداك باش غادي نخرجو، ويجي واحد الطبيب مبغاش يعطيني الدوسي ديالي. قال ليهم هاد قال لي دابا لا بغيتي تخرجها خرجها، ولكن تحمل مسؤوليتك يعني هاد الدرية متبقاش تجي بعد دي هنايا. بغاو انهم يحيدو لي انا عيني. قال ليهم متبقاش تجيبو الدرية هنا، صافي انا مبقاش نشوفكم هنايا. صافي جابوني الدار يعني مع ما كاينش صافي فقدوا الامل يعني كيقولوا انا صافي هذا ما كاينش له علاج لان هذا المرض هذا. صافي جينا وبداو راك عارف الجيران العائلات من بعيد اش كيقولوا لك، كيقول لك داوي بالدواء العرب ان راه ناس كان عندهم سرطان وصحوا بدواء العرب. كيسحب لهم سرطان بحال الناس العاديين. حنا دابا السرطان اللي كيجينا حنا اطفال القمر مضاعف 10 مرات على الانسان العادي. قال لهم صافي خرجت جابوني للدار، عندنا بحال عندنا كنازه في الدار يعني صافي سكينا فواحد ولا عين ها الطبيب عفوا خلص لمياء حيدوا ليها عينها. صافي مشات غد الصفحة نجنازة في الدار كلشي كيف كيف كلشي. انا كنضرب بحال شي عصبتي ما عارفه والو. كنشوف الوالده كتبكي، كنشوف جداتي كتبكي، كنشوف على الدار عندنا ملخبطة كل واحد يغيب لغاه. صافي الدار غيبداو يسمعوا كل واحد كيجي يقول لهم وصفه اللي جا كيقول لهم ديروا الفلانه هادي ديروا اللمياء هادي. بداو شنو بداو اول حاجه بداو كيديروا لي باش هذيك الحبيبه تحيد تصور كيقطروا لي العسل الحر والماء ديال الزمزم والماء ديال البصلات ملي كطيح لي النقطه في عيني بحال الله الضو كيضربني كنغوت ربي اللي خلقني. تصور خويا راه تقريبا راه تكون شي عامين وانا متبعه بحال هكاك وما كيقطروا لي هذاك الشيء كيقطروا لي هذاك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى. صفات لي العين، ملي صفات لي العين رجعوني عاوتاني المدرسه نقرا. دوزت معاناه تقريبا شي سنين وانا جالسه وعادش عاوتاني قلت ثاني رجع نقرا رجعوني انني نقرا. بديت عاوتاني كنقرا دخلت عاوتاني قريت سنة ثانية الحمد لله دازت مزيان خرجوا فيا حبوب عاوتاني حيت كيخرج فيا الحبوب انا ما شفتش كيخرج لي الحبوب والحبوب ماشي صغير كبير كيكبر وكانوا حلاقية كيقولوا لهم بزاف الناس بغاو يشوفوا التصاور بطبيعة الحال. بغيتي مرحبا خويا انا بغيت اللي يعاوني الناس يوقفوا معايا باش انا نعالج راسي.
كمل. انا غادي نعاود ليك باش تعرف الادويه اللي كناخذ، وعلاش انا اتصلت بيك اخويا باش نلقى اللي وقف معايا واخا كمل معايا، ويعاونني. واخا واحد الدقيقة، قلت لك وخليك خليك معايا واحد الدقيقة. أمانة عليك، إلا شتي التصويرة وما وأثرت فيك بارطاجي كيما تعاون هاد البنت هذا، راه ماشي أنا تنعاون، أنا مجرد باين في الصورة، لكن ربما عن طريقك يتم التعاون. إلا شتيها مسكينة من الصح تستحق التعاون، أنا بصح جابوا لي تصاور البكية، إلا شتيها بصح باغا التعاون بارطاجيها، لا لا وعاس التعاون. أنا نوريك عينيها. عافاك تروح معايا باش ما يطلعش النمرة ديال شي واحد، عافاك تروح معايا. وحميسوني عافاك، إلا تتشوف هاد السيدة كترات فيك نتمنى انك تبارطاجي، طلب كلشي بارطاجي، حيت بصح الله يحسن العون، كلشي بارطاجي بعد عاد تكمل القصة، انا محيد الميكرو، كلشي بارطاجي عافاك، كلشي بارطاجي واحد في السطوريات، عافاك كلشي بارطاجيها، الله يرحم الوالدين، لعل وحسن التعاون. الله يرحم لكم الوالدين، هذا الطالب كل شيء بارطاجي، اعتبر اختك، اعتبر شي واحد انسانيا، مغير اختك مغير بلا ما نديرو اختك ولا مش واحد من عائلتك ولا بنتك، انسانيا بارطاجي، وانا كذلك بارطاجي اولكم، كل شيء بارطاجي في هذه اللحظه، كل شيء بارطاجي، الله يرحم الوالدين وانا اولكم. كلشي بارطاج طالع بعد، كلشي بارطاج واخ. لمياء اسمحي لنا قطعناك، كملي القصه ديالك، كملي يا لمياء. قلت لك اخويا طلعت سنة ثانية ابتدائي، بديت كنقرا وجي وخفي الحفو وهذا، دخلت كنكمل، بغيت انا كنت كنقول انني سأنا نقرا وغنوصل وغنقدم طوح ديال اي طفلة بغيت نوصل. كون شوية ديك الحبوب وشي خسر بيه الحبوب، فملي دار اي واحد جا قال لي زعما ديروا شي حاجه ديال الدواء، انا عارف كيديروها ليا، تصور ان بحال داكشي عوض ما غيديروا لي ساعه ساعتين، كثروا لي النهار كامل هذاك الشيء اللي كيديروا لي، وكيكون حار وكيحرقني في وجهي، كنولي نتهز ونتحط وهاد الحاق اللي كنحس بيه انا ندير هادوك هذاك الشيء لوجهي، راه ربي اللي اعلم فيا، وكنقول الله يجعلني لي مغفرة دولو. اسمحي اخويا راه كنهضر في واحد الحلقة، خذي راحتك ربي اعلم فيا. المهم بقيت غادي بحال هكاك، والمهم كملت هذيك 10 سنين بحال هكاك، وانا في العذاب العذاب الاليم دوز وانا صغيرة، هذوك الماسكات اللي كانوا كيديروا لي، ماشي يعني ماشي ماسك ماسك، عرفتي ماسك ديال دابا اللي كيكونوا، ماشي هادوك يعني، كيديروا القطران وكيديروا الحنة وكيديروا شي حوايج اللي خطيره بزاف، اللي كانت كدا ليا انا في لابو ديال وجهي، لدرجة انه وليت كنسمع حيت كانت جداتي اللي قالوها لها مسكينه، حيت كانت فاهمين صح وغتشوفني انا وجهي نقي، ملي قالوا ليها كتجيب العشوب وتدك في دوك فيهم وديرهم ليا،
درجة أنه وليت غير كنصفع بحال هكا المهراز كيتقلقب كنهرب أنايا كنتخزن. شوية جات شي حد اش قاليهم، قاليهم أن هذوك الحبوب راه فلانة كان فيها شي حبوب وكتشد من القاطع كتخلطو في الحنة وكتحطو على هذوك الحبوب سموها ولو هذاك الشيء اللي كيديرو الحبوب تصور أن الحبوب كدوز لك هكا بالدم وكينوضو كيخلطو الحنة فيه شوية كيديرو فيها نقيطة ديال الملقاطة وكحطو عليها عرفتي كنولي كنتز وكنتحط كنتز وكنتحط عرفتي تصور أن الدم ديالها كيكون أحمر في الأول كيولي كحل هذا هو باش ولاو هما كيحيدو ليا الحبوب حيت الطب ما كانش مطور ديك الساعة ما كانش كيحيدو تحيدو عن طبيب وداك الشيء ولو هاك هذه الطريقة اللي ولو أنا في إنفا كتبان شي حبوبة كتكبر هذه باش كيحيدوها باش كتحيد مني بقيت غادة بحال هكا كدي المعاناة هكا باش دايزة هادي المعاناة ديالي هذا ملي بديت بحال هكا وصلت للسادس ابتدائي غتكون عندي ديك الساعة تكون عندي شي 11 عام بحال هكاك ولا السادسة تكون عندي شي 12 عام بحال هكاك ولا 14 عام صافي مني حيت صافي وجهي صافي حبوبة فيني في هكا خرج لي هكا كتخرج لي فوق من عيني كتخرج لي هكا في الخد ديالي كتخرج لي ورا ودني وكتكبر يعني البيض اللي بيني الشمس كلهم كيخرج فيهم داك الحبوب هو الحبوب كبير خايب ماشي شي حاجه اللي غتخرج حبيبه صغيره ونقولوا لا باس لا كيخرج حبوب كبير وكيولي خايب ملي صافي جلس انا كنت راسمه واحد رغم المعاناه راسمه واحد حياه اللي كنقول زوينه كنقول انا غدا نقرا وغدا نخدم وانا ولي طبيبه يعني هذا هو كان الحلم ديالي بحال اي طفل تشوفي يكون راسم اي مخطط انا غيمشي عليه صافي فاش جلس شافوا دارنا ان حياتي تدهورات بزاف صحتي تدهورات بزاف فولاو كيقولوا فاش غنطلع للسافة كيقولوا لي لا صافي انتي غادي جلسي في الدار شوفي الشمس واش دارت ليك لا صافي ما تكمليش حيت اختاروا ان نبقى ويشوفوني ولا يفقدوني حيت المرض ديالنا حنا شويه صعيب راه مؤدي للوفاة ولكن الاعمار بيد الله المرض ما عمره يقتل كيبقى الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى صافي مع صافي جلس ما بقيت كنخرج يعني باش كنت يعني كنمشي للمدرسة يعني كنت لها غادة وجيبة الطريق يعني كندوز نهاري ولا هذا ملي جلست في الدار بحال صافي تسدو عليا جميع الابواب يعني حتى ديك الزنقة فاش غادي نخرج ما كنخرج يعني ليلي ونهاري الدار وما كانش عندي حتى تليفون وهذا يعني كنت جالسة حتى ديك لقيت يعني ما عندناش اصلا ما عندناش الامكانيات باش غياخذوا لي الدار تليفون باش غيشيو لي الدار تليفون ما كاينش حيت انا الوالد ديالي ما خدامش شي خدمه اللي هي زوينه غير طالب معاشو ماما غير ربات بيت يعني ما كاينش شي خدمه اللي هي مزيانه باش غادي فاش مدخول باش غادي انا نعاون بها صحيحتي ولا بي باش غيشيو لي الدواء ولا باش غادي هكا باش انا غندير بحال هكا تليفون باش غادي نتلاها ولا هذا ما كاينش المهم بقيت انفا كان بحال هكا كان الناس ناسين في الليل وانا عاطيها لك كنبكي يعني كنقول شوف حياتي كيفاش غادا وانا فين شنو الدور ديالي في هاد الحياة وما كنتش عارفة ان ناس بحالي يعني واش كاينين شي ناس اللي بحالي بحالهم
عندهم ناس من المرض كانت كتسحب لي انا الوحيده، انا الوحيده اللي طفله من اطفال القمر، لدرجه ان الاسم ديال المرض ما كناش عارفينه حيت المرض ما كانش معروف، لدرجه ان المرض ما كناش عارفين سميه المرض، راه سميتو اكزوليتاما بيرمون تشوزود، راه العدو ديالو يعني صافي خاصني نتخزن انا على الشمس، راه كاين العلاج، ما كانش هو ما كانش علاج لحد الان، ما كانش علاج ولكن كان الوقايه. مثلا دابا ولات الى خرجات شي حبيبه كتحيد. وين بقيت بحال هكاك حتى وصلت درت هذيك 17 عام غادي تخرج فيا واحد هذيك الحبيبه فيني في كبرات، خرجت لي واحد الحبوبه ورا ودني حتى هي كبرات، ولات كدوز في واحد المال اللي خايف ماشي هي غدوز لك واحد المال اللي شويه روبيني بحال روبيني هاكا ديزا بالما خايب. خرجت لي حبوبه شدت لي فوق من عيني حتى هي كبرات، صافي عيني ما بقاش شي عيني، ولات كتبان بحال شادك شي حد وعطيك واحد الكروشيه تمزرق لك عينك بحال هكا، كلات عيني كامله بيدك ديك الحبوبه وداعت لي وشدت لي فوق من العين ولات كتبان زرقاء، ولات متعفنه هذيك الحبوبه وعيني ضراتني. صافي ديك اللحظه انا ما بقات كتبان لي حتى شي حاجه قدامي، انا صافي وليت ديك الساعه صافي وليت كنشوف الموت، ما بقاش كنبان باش غنقول راه صافي راه غادي هادشي راه غادي يتحيدوا، صافي وليت كنقول صافي راه وليت كنشوف الموت. صافي وديك النهار وليت عندي ماما وتقول لي انا يلا معايا نمشيو نشوفو نمشيو مع الطبيب. هذيك الساعة كنت تعرفت على الناس عندهم نفس المرض ديالي، شفتهم في بيدي ان هذا باش انني غنعرف ان كاينين ناس عندهم بحال المرض ديالي حتى هما كيعانيو بنفس المعاناة ديالي. عاد واش كنقول المهم ما كاينش انا هي الوحيدة، كاينين ناس اللي بحالي بحالها. المهم اللي مشيت هذيك الساعة بدا حيت بدا المرض شوية كيتعرف، مهم ملي مشيت شفت الطبيبة ديال جات في بن رشد شافتني كتبات لي ورقة صيفطاتني لواحد البلاصة ديال سميتها الماكسيلو ديال الجراحة والتجميل، صيفطاتني لهداك السيرفيس. ملي مشيت لهداك السيرفيس لقيت أطباء سبحان الله سخرهم لي الله سبحانه وتعالى، لقيتهم أطيب خلق الله، واحد المعاملة اللي تعاملوا معي في هذا السيرفيس اللي زمينة بزاف، اللي مشيت عندهم أنا صافي محطمة، مني مشيت عندهم عطاوني أمل في الحياة رغم أنه واخا كاين شارجير وهذا، عطاوني أمل في الحياة، لقيتهم ضحكوا في وجهي عاونوني شي غير ملي كيضحك لك الواحد في وجهك كتحس بيه أمل في الحياة، أنا راه كاينين الناس حيت ما كنتمش عليكم على هاد المرض هذا، كاينين الناس اللي كيجيو يسمعوا على كل شيء توصل حداك تيهرب ويسمع مشاركتي. كيف قفك الحال ان يجيو يسمعوا على كل شيء وانت الوحيد اللي يسمع مشارك؟ وانا عشت ومشي ما عشت التجربة يعني دست منها، وكنت منها ولي قوية من فقش تأثر فيا، مهم مشيت شافوني داروا لي بيوبسي اللي هي تحليلة، مشات المختبر تعينات خرج فيها سرطان، فخداو لي عينة مني في خداو لي عوتين عينة من الحبيبة اللي فوق من ودني الحبيبة اللي في مورا ودني، قعد كل الحبوب اللي في وجهي كل خدا منو عينة وغير بنجمة حلني يعني ما شدش فيا عرفتي اخويا بادر واحد الالام اللي ما نوصفوش ليك، ما تبغيش لعدوك
هاد كلبنج محلي انا ما شدتش فيها حيت كيبنجوا لك هذيك البليصه، ولكن ما شدتش فيها. المهم خرجت لي ان تحاليل خايبين، قالوا لي صافي دابا غديري تحاليل وهذا باش غنديروا لك عمليه يعني كبيره باش نحيدوا هذوك الحبوب. ملي كيحيدوا الحبوب راه ما كيحيدوهاش كامله، بحال كيحيدوا لك غير النص ديالها، وكتمشي عاوتاني ديك التحاليل كاملين اللي حيدوا كيعاودوا عاوتاني تعينوا، وكيعاودوا عاوتاني يشوفوا التنين غاديين يبقاو يفتحوا تيحدوا المرض. عاوتاني خرجت لي خايبه، عاوتاني فتحت، عاوتاني خرجت تحليله خايبه، عاوتاني فتحت. اكثر من شي 6 العمليات اللي درتهم بنج محل هذا البنج كنت بنج كامله تقريبا شي 5 سنين وانا بحال هكاك في العمليات، وانا كنت منش كامله وكنخرج ندخل ونخرج ندخل ونخرج، لدرجة ان ملي ولات كتخرج فيا شي حبيبه كيقول لي يا طبيب انت غتصبري غنحيدوا لك بنج محلي، لان هاد البنج اللي تبنش اللي تبنشتي راه صعيب عليك. وليس كنقول لي انا حيت قهرني البنج المحلي كنقول لي غير بنجني، كيقول لي لا 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 مشات حتى لو وقعت لك شي حاجه غدا امام الله ما تسمحيش ليا، تقول لي انت سبابي قري في لي هذا غير صبري غنحيدو البنج المحلي. ومني وصلوا لي النيفي هذا ديال النيفي، وليت كان حيت كان كاين النيفي باقي، وكنت قال لي راحت نيفك ملي غنديروا لك هذيك ملي غنفتحوه وغنحيدوا لك من نيفك، قال لي راه غنصيبوا لك نيفك راه ما يبقاش لك نيفك بحال هكاك. ملي جا الوقت ملي ساليت العمليات والحمد لله نقاو لي وجهي وحيدوا لي عاوتاني من الفوق من الشمن ديال عيني، وكنقول لي واش عيني ما غتبقى ما تسدش، عيني لحد الان باقا ما كتسدش، باقا محلوله كتبقى محلوله 24 ساعه على 24 ساعه. ملي كنقول لي واش غتصيبوا لي نيفي في ديك الساعه كنقول لي واش غتصيبوا لي غنيفي، قال لي هي راه بغينا نصيبو لك نيفك راه نيفك مكلف راه العملية مكلفة ماديا، قالي خاص تحديد خاص بروتيكس خاص راه مكلفة. كنقول لي غي زعما غي شوف حيت هما قالو لي في الأول حنا نصيبو ليك، كنقول لي قلت حيت قلتو لي غنصيبو ليك وداك الشيء هما كانوا غير بحال مطمعين لي باش أنهم يحيدو لي المرض. شويه بدات عاوتاني المعاناه ديال عيني الثانيه، لان حيت ما كتسدش كتبقى محلوله 24 ساعه 24 ساعه، وحنا حيت عندنا جفاف في الجيت المصطبغ يعني عيننا كتنشف، ودابا حنا اي واحد العين ديالو كيكون واحد الماء كيدور في العين، ملي كتسد العين كترتاح. انا عيني كتبقى محلوله واحد الضويه غدا كتنشف 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 كتنشف، واخا عاطيني يعني خاصني نبقى ندير تقاطر، يعني انا بالنسبه للتقاطر اللي كنستعمل كنلقى يعني مشكل انني باش غنشريهم، يعني باش الا شريتهم وتسالاو لي غدا ما نلقاش باش غناخذهم، يعني كنبقى شحال دابا شحال هكا الا بحال هكا عمتي الا خدات شي حاجه بحال هكا من عند راجلها وهذا كتجي تعطيها لي تقول لي كيفاش شريت الطيره، ولا هكا شي جارتنا كتجمع هكا شي حاجه تيتعاونك تقول لك ها كيفاش تاخدي تقطير لعينيك باش كتاخدي الدواء، حيت انا بابا مخدم شي خدمه اللي مزيانه باش غادي يبقى يشري ليا فين ما يتقاد الدواء ياخذ ليا، وتا هو كيتقاتل وكيجمع ليا باش كناخد الدواء ديال عينيا والكريمات اللي كندهنوا بهم باش اللحم ديالنا ما ينشفش، ليك هو ديال الشمس باش كنحميو من الاشعه ديال الشمس، يعني راه هادشي الادويه اللي كناخذو حنايا راه مكلفه ماديا، خاصك على الاقل في الشهر تكون عندك شي 5000 درهم باش تاخدي هاد الادويه هادي من بين، وعاد باش الدواء ديال هذا باش كنخلص الطبيب، يعني الطبيب اللي كدوز عنده حتى دابا وليت خرجت من هذاك من المستشفى ديال الدوله خرجت منه حتى ما كاينش الرعايه ديال
خاصني الا مشيت خاصني تبقى جالسه في الشمس، كان كي يخرجوا فيا حوايج اخرين، انا غاده على حبوبه باش تحيد كيخرجوا فيا حبوب اخرين، فكنضطر انني نتقاتل باش نخلص طبيب اخر بريفي باش ندوز عنده، باش من غير نمشي عنده يشوفني ونرجع للدار. ما نبقاش كنت كنمشي تما العشان غش نهار كامل، من الفجر ما كنجي بعد المرض تيأذن عليا العشاء، عاد باش نرجع للدار كنرجع مريضه مهلوكه، دوزت واحد المعاناه اللي صعيبه. عيني مني هما يا حيدوا لي من الشفان ديال عيني، عيني ما كتزرش كتبقى محلوله، مني هما قالوا لي ان شاء الله راه مع الوقت راه هي غادي نقادوها هذا تصيب. انايا بقيت كنمشي معاهم يعني تابعهم على انه غيصيبو، كنمشي وكيولي يسير واحد 15 يوم ورجعين يدخل واحد الطبيب، هادي يعني بحال واحد كيروحني لواحد صافي، ما بقاش باغي يصيبوا لي واحد كيروحني لواحد، يعني بحال هاد الطبيب كيقول لي واخا انا ان شاء الله غادي نصيب ليك وهذا، الغدين ملي كنرجع عنده ما كنلقاش، كنلقى طبيب واحد اخر حتى هو كيقول لي نفس الهضره، كتولي بحال شي كوره واحد كيروحك لواحد. واحد النهار ويقول لي واحد الاستاذ قال لي شوفي بالنسبه لنيفك قال لي راه يتصيب، ولكن قالي مع الحديد وهذا نخاف يرجع لينا شي مرض اخر ولا غيكون صعب من المرض الاول، قالي فلهذا خليني فيك بحال هكاك. قلت ماشي مشكل، وبقيت هكا متبعه مع طبيب تمايا ديال العينين كيعطيوني تقاطر كيدير لي عمليات على عيني، تقاطر عيني محده وهما كيقطروا لي دوك التقاطر وعيني كتحمر لدرجة انا وليت كنكون جالسة حتى كتطبق لي عيني كدوز لي مغاش، كدوز لي مغاش كدوز بالدم، كنرجع عندهم كيعطيوني تخيطمو بحال دابا هاد الطبيبة هادي عطاتني تخيطمو، غدا انا نمشيت انا ما غنلقاش هاديك الطبيبة اللي شفتها هاد السيمانة، غنلقى طبيبة اخرى كتعطيني تاهي بحال كيبقاو يجربو فيك الادوية. واحد النهاريات كنهضر مع واحد السيدة وتقول لي اش بان ليك تمشي عند واحد الطبيب راه معروف ومشهور في كازا، واخا نقول الاسم ديالو الا كان انسان مزيان علاش لا، قالوا لي سيري عند دكتور التازي راه كيتعاون مع الناس، سيري عنده والتازي باش غتشوفو خاصك فلوس. فواحد عمتي هي اللي عطاتني مسكينة خدامة غا في هادو تقول لي عمتي انا مادام انك باغا تمشي تشوفي وباغا هذا انا غنعطيك باش دوزي لا فيزيت عندو، عطاتني 400 درهم باش دوز عندو حيت لا فيزيت عندو 400 درهم باش كدوز، دوزت عندو قلت انا نمشي عندو على حساب نيفي ويشوفني هكا ويقول لي قال لي شوفي هو نيفك راه يتصيب ولكن شوفي اش بان لك عويناتك هما الاولين، قلت لي ايه عيني انا عندي شوفي ناقص مرحبا، ويقول لي شوفي راه واحد الجفن ديال نقدو لك الجفن ديال عينك باش عينك تولي تحل وتسد عادي، باش تولي عادي بحالكم دابا عينيكم عادي. قلت لي واخا انا عندي راه راح يتعامل مع الناس، راه قلت انا غادي زعما غيتعامل معايا رغم انني ما عنديش وهذا غادي يعاونني. فملي دست عنده قال لي هانتي انا غنكتب لك دوبي سيري قلبي على اللي يعاونك واجي عندي. الدوبي فيه 25000 درهم، جوج مليون ونص باش يقاد لي واحد شوية ديال عيني، واحد شوية ما كتبش عليك، ما لقيتش اللي عاوني لحد الآن، ما لقيتش اللي عاوني في هذا، ما لقيتش صافي ملي قال لي هكاك ما لقيتش شكون اللي عاوني، ما لقيتش رجعت عنده صافي، بقيت هكا كنقطر هادوك التقاطر اللي عاطيني واخا كيدير ليا ما كنقطرهم بزاف كيوليو هما كيضروني في عينيا،
واحد النهار هي تنطلق مع واحد سيدو تعطيني واحد كارت فيزيت ومشيت عند واحد طبيب اخر. ملي مشيت عندو صافي انا مابقاش كنشوف دابا مابقاش ديك الساعه كنشوف التجميل صايبني فيه. المهم عندي هو ان عيني تقاد لي مشوف ديالهم رجع نكتب بيهم لدرجه انا دابا كنهضر معاك وعندي تشاش في عينيا كنشوف تشاش دابا. ملي مشيت عند هاد الطبيب عطاني الدوايات وداكشي رجعوا عينيا شويه كنت حيت ديك الساعه وانا متبعه معاهم ولا غاده في التالوكا عينيا غادي تولي ليا الضبابه في عينيا غادي داك الدواء اللي كندير هو كيضبب ليا في عينيا دقوا ليا براوات ما خاصنيش انا ندقهم. ملي قلتهم انا لهداك الطبيب قلت لي راه كانوا كيدقوا ليا براوات في عينيا كيقولوا لي فاش يتقاد لك شوف قال لي انت هذوك البراوات ما خاصكش انت تدقيهم ودقوهم لي انا في عيني. موراها خويا بدر مرات عاود ثاني بالسكر دابا انا عندي سكر غير بالاعصاب وهادي اللي انا حيت كنقول يعني خاصني الدواء خاصني هذا ما عنديش باش غادي ناخذو هذا عندي سكر دائما طالع 4 5 الغرامات. بقيت متبعه مع بقيت متبعة مع داك الطبيب كنمشي عندو مسكين كيعطيني الدواء بعد المرات كيعطيني تقاطر من عندو هوايا صراحة تعامل معايا الله يجازيه بخير. بعد المرات كيعطيني الدواء من عندو ولكن تا العين غتبقى أنا داك الطبيب مشي عندو ويعطيك الدواء من عندو واحد النهار غادي يعيا كيعطيني الدواء من نعم خويا. دابا حاليا شكون اللي تيشري لك الدواء؟ هذاك الطبيب ولا تيعاونك به ياك؟ ملي كنمشي عندو بحال هكا باش غيكتب لي لوغدونونس فيها الدواء يقول لي شي من الصيدليه هو كيعطيني بحال هكا تقطيره من عندو كيقول لي انت هاد التقطيره هادي قطريها ودوزي واحد 15 يوم. تقدري تقولي لي المدينه فين تسكني دابا؟ انا كنسكن في دوار الحجر انا ساكنه غير في العشوائي. فين جا دوار الحجر؟ نواحي المحمديه عين حروده بين حرود. ودابا خويا حنايا راه مهددين يعني راه حدانا كل شيء ريبوا ليهم بقينا حنايا ما عندناش باش غنكريو والحاله ضعيفه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. انا عيطت لك باش نلقى اللي يعاونني ماديا في الكرا اللي يتكلف ليا بالكرا بالدواء اللي يعاونني باغا اللي يوقف معايا. واخ تبغي نحط الرقم ديالك في اللايف ماشي مشكل؟ اخويا واخا حتى الرقم ديالك في اللايف عافاك كلشي بقيت قيدو في لي كومونتير عافاك كاع الناس اللي تيتفرجوا يقيدوا في لي كومونتير. 06 في الواتساب ياك بعدا 25 في الواتساب 06 25 76 65 65 06 25 75 في الاخر. بالنسبة للناس اللي عايشين خارج المغرب 00 212 6 25 76 65 59 عافاك كلشي قيد هذا الرقم هذا هنايا عافاك في لي كومونتير 06 00 بعدا 00 212 6 25 76 65 59 لمياء من دوار الحجر قلتي لي ياك مدوار الحجر. نتمنى اللي قادر يعاونها ولا يساعدها في الدوايات ولا يعاونها في بشي حاجة ولا يقدر يساعدها ولا شي حاجة يتواصل مع هذا الرقم ديالها الشخصي ياك الرقم ديالها هي اللي غتجاوبكم ياك ديالك هي اللي غادي تجاوبكم. نتمنى من عند الله انك تعيطي لي شي نهار لمياء ونلقاك باللي وليتي احسن في حياتك كلشي داي معها بالشفاء كذلك اللي ما قدرش يعاون كلشي دايب الشفاء. لمياء لا خويا بطل ما تقنطيش ربي كبير وان شاء الله ربي راه غادي يفاجئ عليك ربي كبير ان شاء الله شتي كنتمنى وخويا مازال كان نعم خويا تفضلي شنو بغيتي تقولي مازال انا كنعاني مع هاد المرض لحد الان اللي انا دابا اللاج ديالي 25 سنه وانا باغا اللي يعاوني لان عندي طموح